العدد ميد نريد زلا أريد أن يسمو قلح حيقنا أن يسمو قلح الضلا والسحة كما يتحسب البولات ولا النقش ولا ما المهم أريد زلا أريد تلا غيون سيقنا العدد ميد هان هنش كاديقا الزغل المسائل اللي تحرم نحت زليت أريد تنين النبي صلى الله عليه وسلم حل حديث يدوي الإمام البخاري عن أنس بن مالك ما بال أقوامين ما دوا يغنك رم ميد أرتل إزرين سندوال نسحت زليت إلى السماء أن يسمو قلح حيقنا لا ينتهن عن ذلك او لا يخطفن الله ابصاره غير ما اتسكستي زرينك بلاص السجود ولا هنريوي ريوي ربي زرينك راتيا ولا تياسي يحتريوسي حسيا راتياسي معنويا ما كان حسيا رطبكت يحور طبكت هن الرسول زرد الحش لي حب ربي راه يطمس ربي فؤاد قبل غل الحش لي حرمن راه يخطف ربي زرينك راتي نياسي يحدي يقول لي بعد محل الركوع ولا يقرا الفاتحه ولا يبيد حزرتي خصني لوحي زرين صح بلاصه السجود هاني حرم في اللاك اتلتي زرين كسوف لا حتى دعاء القنوت اشكون بعد ما يدنا دعاء القنوت اي تدعو اريت الانس ما بل اقوام يرفعون ابصارهم عند الدعاء في الصلاه لا ينتهن عن ذلك او لا يرفعن الله او لا يخطفن الله ابصارهم بعد ما حيت تدعو حتى ظليت حل القنوت الوتر ولا يحدي يقول يحس السجود ولا يبيد تحت ظليت يخصا انه ادوري تل ازرينس سيغنا قالتني الامام النووي رحمه الله حل حديث اللي ساو النح الا فيه النهي الاكيد والوعيد الشديد وقد نقل الاجماع عن النهي عن ذلك هل العلماء ربي لا وين الحنابله ولا وين الحنفيه ولا وين الشافعيه ولا وين المالكيه لا وين المغرب ولا وين الازهر ولا وين الجامعه الاسلاميه ولا وين باكستان كل اتفق بانه يحرم في بنادم اي اللي زرين السجن حيت زلا ماني حي زرا اري زرا حل موضيع السجود وكان المذهب المالكي انا ارتيني قام كروه المذهب المالكي ارتيني بنادم وريفولكي اي تل ازرينس سوف لا حيت زلا